ايه موقف اللوائح الرياضية منه؟ انا غير متخصصة لكن يبدو ان كل ده غير قانوني، ايه الموقف بقى في اللوائح الرياضية وازاي يتم التصدي لظاهرة زي دي؟ طبعا هو الموضوع طبعا موضوع خطير جدا، ولكن لما بنيجي ان احنا نتناول هذا الموضوع، موضوع المراهنات اللي في المسابقات الرياضيه واللي بتأدي ممكن بعد كده للتلاعب في نتائج المباريات ممكن، وده السبب في ان المبالغ الكبيره اللي موجوده في المراهنات دلوقتي وصلت في العالم لاكثر من 650 مليار دولار سنويا. احنا بنتكلم على رقم ارقام كبيره جدا. فالناس برضه عشان تبقى فاهمه احنا بنتكلم على ايه، هو ليه ده في بيزنس كبير قوي، بيزنس كبير جدا جدا. الموضوع مش بس مين الشخص اللي بيكسب، الموضوع مؤسسات وموضوع بيبقى كبير جدا، وهو ده اللي يمكن بيؤدي لوجود تلاعب في النتائج ممكن، او تلاعب في اي امور تتم اثناء المباراه الرياضيه. ولكن رجوعا لسؤالك، الجزء المتعلق باللوائح والقوانين الموضوع بيختلف من دوله للتانيه. في دول زي مصر بتمنع موضوع المراهنات وفقا للقانون، ودول تانية طبعا موجود فيها برضو منع المراهنات، وفي دول تانية بتسمح للناس ان هم يقدروا يعملوا المراهنات. فبالتالي انت مش هتقدري ان انت تشوفي ان مفيش منع تام للمراهنات في العالم كله، لانه مفيش قانون واحد متفق عليه الكل. لان كل دولة وليها القانون بتاعها. ولكن اللي حصل يمكن فعلا مؤخرا، بدأت انجلترا واسبانيا وايطاليا الدوريات اللي هناك ان هم يطلعوا او يعملوا لوائح تمنع الانديه ان يكون الراعي الرئيسي، او ان هم يعلنوا على شركات المراهنات، لان طبعا بما ان البيزنس كبير فشركات المراهنات بتبقى عايزه ان هي تظهر في الاعلانات. لو تفتكر يمكن الليجا الدوري الاسباني، يمكن 20 نادي كان عندهم الرعاه كلهم من شركات المراهنات، منهم ريال مدريد وكل الانديه. طب ده يعني ايه بقى؟ يعني ايه انعكاسه على الماتش لما يبقى الراعي طيب. للنادي او الراعي للمباريات في الدوري هو نفسه شركه المراهنات، ده معناه ايه؟ اللي حصل ان هم لما اكتشفوا ان الموضوع اللي بيؤدي لتلاعب في مشاكل كبيره، كنا استخدام سلبي للمراهنات، وبالتالي خسروا المباريات والامور لها. فبدأوا ان انت كنادي تكون انت الراعي الخاص بيك، لان طبعا دايما المرتبطين بالانديه مكلف في اسبانيا وفي انجلترا، ولكن ممنوع على الانديه ان هم يمنعوا. دي مرحله اولى. يمكن الدوري الانجليزي وضع الموضوع ده في 2023 وبس، سمح لثلاث سنين مهله قبل تطبيقه بقى من موسم 26 27، ويبقى ممنوع لكل الانديه ان يبقى عنده اي راعي من على التيشيرت بتاعه النادي. مديهم فرصه يعني يغيروا الرعاه او يوفقوا اوضاعهم. فهي دي خطوه. طب هل دي الخطوه الاخيره او الكافيه؟ لا، اكيد في خطوات كثيره ودي بتختلف من دوله للتانيه، ولكن بدات ان هم برضو يحدوا من الاستخدام او الاعلان بشكل اكبر، بدل ما هو بس على التيشيرت ممكن كمان يبقى في اعلانات الملعب. يعني هيبقى في اكتر من خطوه، لكن المشكله الكبيره ان انت في يعني خطوره كبيره جدا على المسابقات الرياضيه، لان احنا لما بنتكلم على الرقم ده، طب ما طبيعي جدا هنقول ممكن بعد كده امثله حصلت للمراهنات بتؤدي في الاخر ان انت بتفقد الرياضه، بتفقد معناها نزاهه أصلاً الرياضه اللي هو اصلا اساس الرياضه. فين المنافسه يعني في الموضوع لما انا اصلا في تلاعب في النتيجه؟